مشاهدينا، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بعد التحية، العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تشهد تطور كبير، حيث تعد السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية، وتستقبل سنويا نحو 9.7% من إجمالي صادرات مصر للعالم. برأيك، أهم القطاعات التي يمكن البناء عليها لزيادة هذا التعاون التجاري؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. نحن نتحدث عن علاقات استثنائية وعلاقات رصينة تجمع القاهرة وأبوظبي. نتحدث أيضا عن تواصل مستمر سواء على صعيد القيادات السياسية أو حتى على صعيد تطوير المجالات في القطاعات الاقتصادية والتنموية. بالفعل نحن نشهد طفرة كبيرة جدا فيما يتعلق بالعمل الثنائي ما بين الدولتين في المجال الخاص بتعزيز العلاقات الاقتصادية تجاريا واقتصاديا، أو حتى فيما يتعلق بالانطلاق بهذا التعاون إلى أفاق أرحب، وهو التعاون العربي. عشان كده وجدنا أيضا مصر والإمارات بتشرك شركاء آخرين زي العراق، زي الأردن، أيضا حتى البحرين. حتى وجدنا ما يتعلق باتفاقية تعزيز الشراكة من أجل التصنيع التكاملي. إذا هنا يعني رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية. أيضا دولة الإمارات أحد أهم المستثمرين في الداخل المصري في مختلف المجالات، خاصة في مجالات البنية التحتية والمجالات التنموية، وهذه نقطة في غاية الأهمية. ومن ثم هذا التكامل العربي هذا وقته، في وقت يشهد فيه العالم كله متغيرات يعني خاصة بالتحديد الاقتصاد العالمي الذي يشهد متغيرات سلبية، حان الوقت ليكون هناك الآن تعاون عربي سواء على الصعيد الثنائي ما بين الدول التي تجمعها علاقات رصينة وراسخة، أو حتى فيما يتعلق بالرؤية العربية بشكل عام. والتعاون المصري الإماراتي في الحقيقة بيخدم المصالح المشتركة وأيضا المصالح العربية. هذه الزيارة أعتقد أن هي أيضا نقطة انطلاق جديدة، خاصة أنها أول زيارة رسمية لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بعد توليه المهمة رسميا. ومن ثم أيضا هذا يعبر عن يعني الإرادة السياسية الإماراتية المنطلقة نحو تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية، سواء طبعا على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية أو حتى فيما يتعلق بالتشاور الثنائي في مختلف القضايا الإقليمية اللي بتلعب فيها مصر والإمارات. الحقيقة في هذا التوقيت الحساس دور مهم للغاية، وبنرى الرؤية المصرية الإماراتية بها تقارب، بل ربما يكون بها تطابق في وجهات النظر في مختلف القضايا التي تمس الأمن القومي العربي. وهذا المفهوم في الحقيقة هو المحرك الأساسي الآن للقيادة المصرية والقيادة الإماراتية لتهدئة الأوضاع في المحيط الإقليمي حفاظا على الأمن القومي العربي. نعم أستاذ جمال، يعني نتابع زيارات متبادلة بين الجانبين المصري والإماراتي على مستوى السادة الرؤساء، وأيضا على مستوى يعني الوفود السياسية وما إلى ذلك. يعني كيف تنظر إلى هذه الزيارات، يعني نقدر نقول الكثيفة في المرحلة الأخيرة؟ بالتأكيد كل من يتابع سوف يجد أن هناك زخم كبير جدا وتحركات دبلوماسية ما بين القاهرة وأبوظبي طوال الوقت، سواء على صعيد القادة أو على صعيد مختلف دوائر صنع القرار، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. هذا بالتأكيد يؤكد أن هناك إرادة سياسية لدى الدولتين للتنسيق في كل القضايا، سواء المتعلقة بالجوانب الثنائية أو حتى فيما يتعلق بالشق الإقليمي. وهذا الدور في الحقيقة دور مهم جدا حينما يعني تتعاون مصر والإمارات الدول المستقرة الدول القادرة على النمو والتقدم والإحداث نوع من أنواع الدور الفاعل والفعل الإيجابي في الإقليم. هذا يخدم القضايا الإقليمية بشكل كبير جدا، وهذا انطبع في الحقيقة في على الكثير من القضايا الإقليمية. وجدنا مصر والإمارات بيلعبوا دور بارز جدا في تجميع ولم شمل المجتمع العربي. حتى وجدنا بعض القمم المتنوعة التي جمعت أيضا قادة عرب أخرى سواء في الأردن أو في شرم الشيخ أو في القاهرة. إذن هناك زخم كبير جدا ما بين القاهرة وأبوظبي بالطبع، سواء على جودة العلاقات الثنائية التي في الحقيقة هي تشهد تنامي أكثر من رائع، سواء على الصعيد الاقتصادي كما تحدثنا أو على صعيد حتى التنسيق السياسي أو فيما يتعلق بالشق الإقليمي وخدمة القضايا الإقليمية، وعلى رأسها طبعا الحفاظ على الأمن القومي العربي.
نعم، دولة الإمارات أستاذ جمال يعني بتعد من أكبر المستثمرين في مصر، يعني حيث نمت الاستثمارات الإماراتية في مصر مؤخرا تقريبا بنحو 300%. كيف ترى جهود الدولة في جذب مزيد من هذه الاستثمارات سواء من دولة الإمارات العربية الشقيقة أو من دول العالم الأخرى؟ يمكن الدولة المصرية في الحقيقة مؤخرا ومع يعني وجود متغيرات دولية لا علاقة بال او يعني اثرت بظلال سلبية على الاقتصاد العالمي، مصر كانت بتتجه طوال الوقت لتعزيز الشراكات مع الدول العربية، وهذا في الحقيقة منطق في غاية الأهمية، خصوصا ان الشريك العربي الآن شريك مهم للغاية، احداث تكامل عربي ما بين الدول العربية وبعضها البعض. عشان كده وجدنا حتى جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية، سواء في زيارته لسلطنة عمان، زيارته للبحرين، أيضا وجوده في قمة جدة، وأيضا الاتصالات المنفتحة ما بين القاهرة وكافة العواصم العربية. يمكن يعني هنا الإشارة يجب أن أيضا نتحدث عن القادة العرب الذين أتوا إلى القاهرة، نتحدث عن أكثر من 13 زعيم وقائد عربي أتوا إلى القاهرة. هذا الزخم في الحقيقة هذا العام طبعا هذا الزخم في الحقيقة مهم جدا لتحسين جودة الشراكات الاقتصادية ما بين القاهرة وكافة العواصم العربية، وطبعا على رأسها دولة الإمارات الشقيقة التي يعني هي من أهم الشركاء الاستثماريين للدولة المصرية، واستثماراتها في الحقيقة مهمة لأنها يتم ضخها في قطاعات تنموية في غاية الأهمية، سواء كان القطاع العقاري أو قطاع البنية التحتية أو حتى فيما يتعلق الآن بالمشروعات الصناعية وغيرها من أطر التعاون الاقتصادي. هذا فضلا عن التجارة البينية ما بين الدولتين والتي تشهد تطور ملحوظ وكبير جدا. إذا أنا أعتقد أن القيادة السياسية المصرية الآن بتعزز من جودة العلاقات الاقتصادية المصرية العربية بشكل عام، وطبعا والعلاقات المصرية الإماراتية بشكل خاص، لأن في هذه الأجواء المضطربة دوليا يجب علينا نحن كعرب أن نتكاتف، أن نتكامل، أن نحدث نوع من أنواع الشراكات العربية التي تحمي مصالح الشعوب العربية وتخدم أهداف الدول العربية التنموية. الجميع لديه خطط تنموية واستراتيجيات بعيدة المدى نحو تنمية مستدامة. هذا التكامل العربي الآن يخدم هذه المصالح، سواء في مصر أو في الإمارات أو في المملكة العربية السعودية أو في البحرين أو غيرها من العواصم العربية. ومن ثم هذا الزخم وهذا الحراك المصري العربي في مجال الاقتصاد وفي مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية في الحقيقة في غاية الأهمية في هذا التوقيت الراهن. إذن يعني في الآخر يعني أستاذ جمال نستطيع القول أن هذا التعاون المثمر بين الدول العربية والتطور إلى الأمام في هذا التعاون في جميع المجالات طبعا يصب في مصلحة المواطن العربي، وأيضا هناك مستقبل ينتظر الدول العربية. بالتأكيد ما يحدثه القضاء العرب الآن من تشاور ومن تباحث ومن يعني دعم للمسارات الاقتصادية بالتحديد ويعني اتساع في أفق التعاون الاقتصادي، من المؤكد أنه يعصم المواطن العربي الكثير من يعني تبعات والأضرار الخاصة بما يحدث في الاقتصاد العالمي. حينما نتحدث عن مقومات عربية لدى الدول العربية، سواء البترولية، الزراعية، الصناعية، الثروة البشرية، الثروة التعدينية، كل دولة عربية في الحقيقة لديها مقومات يعني جيدة للغاية. إذا تكملت هذه المقومات من المؤكد أننا سوف نجد يعني اقتصاد عربي قوي للغاية، تكامل اقتصادي يخفف على الشعوب العربية تبعات الأزمات الاقتصادية العربية، ومن ثم لا سبيل سوى أن نذهب إلى تكامل عربي إلى إحداث زخم في العلاقات الاقتصادية العربية. هذا بالطبع لا يعني أننا ننعزل عن العالم، أننا لن نحدث شراكات مع المجتمع الدولي، ولكن أنا أعتقد أن الأولوية الآن والضرورة الآن بتجعل الجميع يتحدث عن أهمية الشراكة العربية، خاصة أن الظروف العربية الآن متشابهة، المخاطر أيضا فيما يتعلق بالأمن الغذائي، أمن الطاقة، أمن الملاحة، كلها مخاطر مشتركة لدى الدول العربية، وبالتكاتف من الممكن أن نعبر هذه المخاطر. أيضا أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدول وفق استراتيجياتها المحلية أيضا من الممكن أن يتم الوصول إليها من خلال هذا التكامل العربي ومن خلال هذا التعاون العربي. وبالتالي الأهداف المشتركة هي ما تجعلنا الآن نتحرك أيضا سويا ونمضي معا نحو تخفيف على المواطن العربي من تبعات الأزمات العالمية، وأيضا الوصول إلى أهداف الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
سيد الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، كنت متحدثا هاتفيا إلينا، شكرا جزيلا لك.